برضو مش بس الاكل المهم بقى اللي يعني اللي الام تديه لاطفالها وهو او هي رايحه المدرسه، لا كمان في الادوات اللي لازم ياخدها معاه وهو رايح. الادوات دي زي ايه؟ مش الادوات المدرسيه بس، لا ادوات النظافه، ادوات التعقيم، خاصه مع زمن الكورونا اللي احنا دخلنا فيه بقى عندنا فكرة انه احنا لازم نعود اطفالنا على حاجات كده معينة في النظافة لتقوية مناعتهم. فبالتالي طيب ياخد معاه ايه برضو للشنطة المدرسة دي؟ ياخد معاه مثلا مناديل، ياخد معاه فوطة، ياخد معاه ايه بالظبط؟ ده يعني الدكتورة مريم الشافعي الخبير التربوي، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور. صباح الفل. النظافة الشخصية والأدوات اللي ياخدها معاه وتبقى أدوات بتاعته هو يعني ما يستخدمهاش من زمايله مهمة. الشنطة بتاعته دي المفروض يبقى فيها إيه؟ هل ممكن يبقى فيها أدوية معينة؟ فيها إيه بالظبط؟ بالظبط يا داليا، زي ما قلتي كده انه احنا عندنا مثلا اولاد بياخدوا ادويه بشكل مستمر، يعني الدواء ده لازم يتاخد مثلا بعد الفطار، فانا محتاجه ان الدواء ده يكون معاه في الشنطه ويكون محفوظ بالطريقه اللي مش هتكسر ازازه الدواء، او الاولاد حبايبنا الصغيرين اللي عندهم سكر فبياخدوا انسولين في المدرسه، فالانسولين بيكون معاهم في الشنط، فده محتاج يتحفظ بشكل معين ومحتاج يكون معاه كل يوم. يعني في طب احنا عايزين علبة نتكلم على كل الاطفال يعني خلاص. هنتكلم يعني طبعا مثلا ياخد أكيد معاه ايه مثلا في الشنطة بتاعته؟ هل مثلا ياخد اسعافات معاه، اولية معينة؟ لازم يكون معاه مطهر، الصغيرين معاهم فوطة لازم، لأن الصغيرين بيحتاجوا يغسلوا وشهم وإيديهم كتير وبيحتاج ينشف المناديل، مش حاجة مناسبة بالنسبة له خالص. الصغيرين في المراحل الصغيرة كيجي وابتدائي ممكن الكيجي بالذات بيكون معاه طقم سبير في الشنطة، ممكن يسيبه في المدرسة وممكن يبقى معاه في الشنطة، لأنه إحنا معرضين إن إحنا نتعرض لأي حاجة تخلينا محتاجين نغير الطقم ده كله. الأكبر في السن شوية بنحتاج إن هم يكون معاهم، لو هو طالع على تمرين أو عنده تمرين بعد المدرسة محتاج يكون معاه طقم الرياضة اللي هيلعب بيه، طب لو لا مش محتاج محتاج يكون معاه تيشيرت احتياطي في المدرسة، لأنه برضو أولاد ابتدائي بيتحركوا كتير بيلعبوا كتير. هل البنت تاخد معاها زي ما انا شايفه كده في الصوره برضو تاخد معاها مشط، تاخد معاها حاجه تسرح بيها شعرها، دوك بالظبط، في زياده؟ أدوات مش بنستعملها من بعض خالص، فهي محتاجة يكون معاها فرشة شعر حلو بتاعتها، ده. والولد نفس الكلام، محتاجة يكون معاها مطهر بتاعها، محتاجة يكون معاها لو هي متعودة تستعمل تويلت سيت قبل ما تستخدم التويلت، فهي محتاجة ده يكون معاها عشان ما تستخدموش التويلت في مناديل المدارس. ورقية، تاني دانيا معلش، مناديل ورقية. مناديل لازم يكون معاهم مناديل، الولاد محتاجين يكون معاهم فرشة سنان ومعجون سنان صغير الحجم الصغير خالص، انت بتقعد في المدرسة 6 7 ساعات بتفطر وبتاكل وجبة تانية في المدرسة، فلو قعدت طول اليوم من غير ما تغسل سنانك كل يوم كل يوم على آخر السنة سنانك هيبقى بدأ يظهر فيها تسوس هايلة وجير. النصيحة دي. فرشة السنان دي هايلة. ففي تفاصيل الناس بتحس انها مش مهمه، لكن هي تراكمها خلال السنه بيأثر على الولاد بعد كده، فتلاقي الولاد الصغيرين في فتره الاجازه اغلبهم بيعالج سنانه. ليه؟ عشان احنا بناكل حلويات وبناكل سندوتشات وسناكس طول ما احنا قاعدين، مش بنغسل سناننا 7 ساعات، ويروح ممكن بقى يتغدى وينسى، يعني يدخل في ان هو ما بقاش ده روتين هو بيعمله بشكل يومي. اوكي ده هايلة. لو ولد موضوع السنان ده. لو ولد مثلا بيلبس كاب لأي سبب من الأسباب، هو بيحتاج يلبس كاب للشمس، هو بيجيب الكاب بتاعه، مش بنبدل الكابات مع بعض خالص، كل ولد بيجيب الكاب بتاعه أو كل بنت بتجيب الكاب بتاعها، مش بنبدل الكابات مع بعض، مش بنلبس تيشيرت مثلا عندنا ألعاب في المدرسة فاحنا بنبدل التيشيرتات مع بعض، لا ده تيشيرتك انت لو نسيته هتفضل بالتيشيرت بتاع المدرسة. ومهم جدا نفهمهم ده، انه ليه ما ينفعش تاخدي تيشيرت صاحبتك تلبسيه، ليه ما ينفعش، عشان ايه، لازم اشرح الكلام ده. هايل جدا يعني. الفوطه والمنديل وفرشه السنان والمعجون بتاعي والفرشه، الحاجات الشخصيه، كحول، الكحول لو طفل اكبر من 5 6 سنين، الكمامه، لو ممكن يكون معاه حاجات مثلا ليها علاقه بالاسعافات الاوليه البدائيه اللي هو قطن، بتادين مثلا، بس بلاستر، لا بلاستر بس، هي المدارس في بلاستر العموم فيها بتبقى فيها. يعني طيب وحدة دكتورة هي اللي هتقوم بالكلام ده، لكن اوكي لو بلاستر الخفيف ده اللي هو لو اتجرحت جرح بسيط تقدر تحطه هايل. مفيش مشكلة خالص.
بشكر حضرتك كتير جدا جدا. طبعا يعني الدكتورة مريم الشافعي الخبير التربوي. وفي بس الصورة دي فكرتني أعلق على حاجة، تسريحة الشعر. أرجوكم يا أمهات، أرجوكم بطلوا تشدوا شعر بناتكم وأنتوا بتسرحوهم وتعملوا لهم التوكة وتعملوا شعرهم على ورا كده وتربطوه قوي، سواء كده أو كده بيتنحل من هنا، من هنا أهو. هتلاقي مع الوقت شعر البنت بيطير من هنا أهو، وبتبدأ القورة دي أو الحتة دي بتكبر، فبتبدأ شعرها يتراجع لورا. أرجوكم سيبوا مساحة للشعر، فكيه شويه كده، فكيه للبنت وخلي يبقى فيه مساحه للشعر يتهوى. شده الشعر دي اللي هي اللي على ورا يمين وشمال، لو انت عاملاه من النص بتنحل من النص، لو انت عاملاه من الجنب بتتنحل من هنا. خففوا الشعرايه شويه، لان انا بشوف الامهات تريك تشد الشعرايه تبقى مشدوده قوي، مع الوقت هنا هيتنحل. ارجوكوا، انا بتجنن لما بلاقي طفله شعرها قوي كده بقعد افكه لها شويه. ارجوكوا ارجوكوا بجد، يعني خلي بالكم الحاجات دي، لان بعد كده البنت بتواجهها لما بتكبر، تلاقي تقول لك اصل انا اعمل ايه هنا، اتنحلت انا هنا راعيت، ما انت من صغرك الوصله بتاعت الشعريه ماما شدها قوي. ارجوكم يا امهات، ارجوكم ارجوكم.